وإلى وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، حيث نظمت وزارة الخارجية الروسية إقامة معرض للصور يوثق العلاقات التاريخية التي تجمع روسيا ومصر، اللتين تحتفلان بالذكرى 80 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. شهد المعرض حضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير المصري في روسيا نزيه النجاري، بالإضافة لعدد من السفراء العرب. وقال لافروف إن روسيا ومصر تعملان على زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة.